الطائر الأسود الذي استخدمته أمريكا لإنقاذ إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973 كيف غير مسار المعركة؟ تطمح جيوش الدول العظمى لامتلاك أسلحة ومعدات عسكرية متطورة تتيح لها التفوق العسكري في أرض المعركة، وبعض هذه الطموحات والأحلام يصبح واقعاً ويزيد من فرص الربح، والبعض الآخر يعيقه صعوبات التمويل والتصنيع فيبقى سراً في خزائن وزارات الدفاع. الطائرة الأمريكية SR-71 والمعروفة باسم بلاك بيرد هي أحد مشاريع وحدة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي أبصرت النور وأصبحت شبحاً يهابه أعداؤها. إنتاجها إبان الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي الذي تقوده روسيا السوفيتية، عملت الاستخبارات الأمريكية على مشروع طائرة تجسس قادرة على العمل خلف خطوط العدو دون أن يتم رصدها أو استهدافها من قبل الأسلحة المضادة للطائرات. وتوصلت مطلع ستينيات القرن الماضي إلى مخطط الطائرة الحلم، وأحاطته الاستخبارات ووزارة الدفاع الأمريكية بهالة من السرية والغموض إلى حين إنتاج الطائرة وإقلاعها الأول عام 1964. مواصفاتها: تتمتع طائرة بلاك بيرد بمميزات عدة لم تتمكن أي طائرة من تحقيقها حتى يومنا هذا، فهي قادرة على التحليق بارتفاع 25 كيلومتراً وبسرعة 3.3 ماخ، أي ما يعادل 3700 كيلومتر في الساعة، إضافة إلى قدرتها على التحليق لنحو 30 ساعة متواصلة والتزود بالوقود من الجو، أي أنها أسرع من جميع الصواريخ المضادة للطائرات حتى عام 2004. جسم الطائرة البالغ طوله 32 متراً وخمسة من عشرة من المتر وبعرض 17 متراً مصنع بالكامل من مادة تيتانيوم لتحمل الضغط الجوي الزائد والحرارة المرتفعة الناتجة عن تحليق الطائرة في طبقات الجو العليا. أما عن تجهيزاتها التجسسية فما يعرف عنها أنها مزودة بكاميرات فوتوغرافية عالية الدقة لوروب قادرة على التقاط صور حتى لأرقام المركبات الأرضية، إضافة لكاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات الحرارية ومستشعرات الكشف عن التحصينات تحت الأرضية وأنظمة الرادار الجوية والبحرية. في حين لا تزال العديد من أنظمة الطائرات الميكانيكية والتقنية محفوفة بالسرية في أروقة البنتاغون والقسم الأمني في شركة لوكهيد مارتن المصنعة لها، لكن ما يجزم قوله أنها كانت تكنولوجيا حربا سابقة لعصرها. نشاطها: للطائر الأسود آلاف المهام التجسسية والطلعات الجوية حول العالم من فيتنام إلى اليابان والصين وروسيا الاتحادية وكوريا الشمالية وإيران والعراق وعشرات البلدان حول العالم، إلا أن أثر تلك المهام لم يكن سلبياً بقدر طلعتها الجوية فوق أراضي جمهورية مصر العربية في حرب أكتوبر عام 1973 ضد الكيان الإسرائيلي. فقد ذكر العقيد المتقاعد ريتشارد جراهام في مذكراته أنه قام رفقة زميله المقدم جيري كلومان منتصف ليل العاشر من أكتوبر عام 1973 بمهمة استطلاعية دامت 11 ساعة ونصف الساعة منذ انطلاقهما بطائرة بلاك بيرد من قاعدة جيريفيس في نيويورك باتجاه البحر المتوسط والأراضي المصرية للتجسس على انتشار ونوع وكم القوات المصرية على الجبهة مع إسرائيل، وأرسلوا صورا مباشرة للCIA الذي قام بدوره بتحليلها وإرسال المعلومات اللازمة للجيش الإسرائيلي. تغيير مسار المعركة: خلال المهمة التجسسية التي قامت بها SR-71 فوق الأراضي المصرية تمكنت من رصد ثغرة عرفت باسم ثغرة الدفرسوار بين الجيشين الثاني والثالث المصريين. تلك الثغرة غير المغطاة نارياً تمكنت القوات الإسرائيلية من استغلالها وتحقيق تقدم ملحوظ على قوات الجيش المصري الثالث الميداني
حيث تسللت القوات الإسرائيلية البرية من الشرق إلى الغرب عبر جبهته الشمالية وصولا إلى جنوبه بامتداد الضفة الشرقية لقناة السويس، الأمر الذي دفع بالقوات المصرية لتغيير استراتيجيتها من الهجوم والمواجهة إلى الدفاع وإعادة التموضع. استبسلت القوات المصرية في القتال وتمكنت خلال 3 أيام متواصلة من المواجهة من كسر رأس الحربة للقوات الإسرائيلية وإجبارها على الانسحاب ومنع اختراق الجبهة المصرية وخسارة قناة السويس، وذلك قبل توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأولى وانتهاء حرب أكتوبر. الجانب المظلم للطائر الأسود. مطلع عام 1990 أنهت القوات الأمريكية خدمة الطائرات SR-71 من القوات الجوية الأمريكية، إلا أنه رصد تحليق الطائرات لبضع مرات بعد ذلك التاريخ، إذ عللت وزارة الدفاع الأمريكية قرارها بأن الأقمار الصناعية العسكرية تؤدي ذات وظائف الطائر الأسود بتكلفة أقل من تكلفة الطلعة الجوية للطائرة التجسسية البالغ نحو $800,000 لكل مهمة، في حين أشارت مراكز دراسات عسكرية أن أمريكا تتخوف من تطور الأسلحة المضادة للطائرة وأنظمة الرادار التي تكشف الطائرة، وأنها لن تقامر بكشف تقنيات الطائر الأسود وعمليات التطوير التي لحقت بها في حال تعرضت لأي استهداف وإسقاطها فوق أراض معادية، إذ إن العديد من أنظمة الطائرات تم تطويره واستخدامها في طائراتها الحديثة، وعلى وجه الخصوص الجيل الأحدث من طائرة بلاك بيرد الطائرة SR-72 والتي لم يتم كشف الستار عنها بعد، إلا أن التسريبات المتوفرة حولها تشير بأنها ستحلق بسرعة 6 ماخ أو ما يعادل 7420 كيلومتراً في الساعة. وأنت عزيزي المشاهد، هل لديك معلومات حول طائرات مماثلة؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.